السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها بخير. أيها الإخوة الأحبة، لقد أظلنا شهر عظيم مبارك، هو شهر رمضان، أهله الله عز وجل علينا وعليكم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا عز وجل ويرضى. سوف نلتقي بعون الله تبارك وتعالى وإياكم على مدى شهر رمضان المبارك في حلقات من كلام السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتخصيصا من أمثاله النبوية، إذ لا يخفى أن نبينا محمدا صلوات الله تعالى وسلامه عليه أوتي جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أن يقول نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث القصير وربما الجملة الواحدة، فتندرج تحت كلامه القصير معاني كثيرة جمة. وهذا معنى أنه أوتي جوامع الكلم، وهذا من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. وضرب الأمثال أمر وارد في كلام الله تبارك وتعالى، فكم ضرب لنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم من أمثال، ووارد في كلام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، فكم ضرب لنا أيضا من أمثال، وألفت في ذلك كتب ودراسات. والأمثال سائرة مسير الليل والنهار، تلتقي عند الشعوب في معانيها ولو اختلفت ألفاظها. فالأمثال إنما هي عصارات الحكم وعصارات تجارب الشعوب وخلاصات للحكمة والفكر الثاقب والتجارب التي تتجدد من غابر الزمان إلى حاضره، وما على الإنسان إلا أن يستفيد من عظاتها وعبرها ومغازيها. فمن أمثال النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، سنختار 30 مثلا لشهر رمضان المبارك، نلتقي في كل يوم مع مثلا من أمثاله، نقرأ حديثه الكريم، ثم نعرج على بعض ما يتصل بهذا المثل من فوائد وفقه وعظات وعبر وما ينبغي أن يستفيده المسلم. فما ضربت الأمثال من ربنا تبارك وتعالى في قرآنه، وما ضربت الأمثال من نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم في سنته، إلا لكي تكون محل اهتمام المسلمين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإذا ما طوعت هذه الأمثال ومعانيها واستفاد المسلم منها، تحسنت أحواله وسلك طريق الحكمة واهتدى بهدي الله وهدي رسوله، وانتهى عما ينهى عنه الله تبارك وتعالى ورسوله، فكانت حاله أفضل، وكانت أموره أفضل، وكانت نتائجه ومصائره إن شاء الله تبارك وتعالى تسره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمثل الذي نحن بصدده اليوم رواه لنا النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فهو صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابية، وهو من صغار الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، وصغر السن لا يضير
إذا كان صاحبه عاقلا، وكبر السن لا ينفع إذا كان صاحبه غافلا. فالنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يروي لنا هذا الحديث، وهذا الحديث قبل أن نتلوه على مسامعكم الكريمة هو من أحاديث الأربعين النووية. والإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى جمع لهذه الأمة 40 حديثا أو يزيد قليلا. هذه الأحاديث قال عنها علماء الإسلام يوجد منها 30 حديثا عليها مدار الإسلام، وقام بشرحها الإمام النووي رحمه الله تعالى، كما قام بشرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وأضاف إليها 10 أحاديث، فحري بمن جمع هذه الأحاديث فاستوعبها تلاوة وفهمها شرحا واستفاد منها استنباطا، حري به ألا يحتاج إلى ما سواها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أحاديث أمات عليها مدار الإسلام كما قال أهل العلم عليهم رحمات الله تعالى. فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي، وهنا محل المثل، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يوشك أن يقع فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث العظيم يقرر فيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أن حجة الله عز وجل قائمة على عباده، ولله الحجة البالغة. ومن إقامة حجة الله ألا يبقى في هذا الدين غبش، وألا يبقى في أحكام هذا الدين غموض، وألا يكتنفها إبهام أو إيهام. إن الحلال بين، وقد بين الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم، وبين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم في سنته العطرة الحلال من الحرام. الحلال واضح بين لا يختلف عليه اثنان، والحرام بين واضح أيضا لا يختلف عليه اثنان. فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم مبينا ميزان معرفة الحلال والحرام عند المسلم: البر، فقال: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لماذا تكره أن يطلع عليه الناس؟ لأنك تعلم أنه مغشوش وأنه مخلوط بما لا ينبغي أن تقترفه أو أن تقترب منه. فالحلال بين والحرام بين. وأمور الإسلام يا إخوة الكرام، كما يقول أهل العلم، تتلخص في 5 أحكام: حكمان إيجابيان يطلب منهما أو فيهما الإتيان بشيء، وهما الفرض والمندوب، ويقابلهما
حكمان سلبيان ينبغي للمسلم أن يبتعد عنهما، الحرام والمكروه، وبين هذين النوعين المتقابلين فيصبحان أربعة أنواع بينهما مساحة، هي مساحة الحلال أو مساحة الإباحة. فيقول أهل العلم إن الفرض ما أمر به الشارع الحكيم، كل فرض في كتاب الله، كل فرض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الفرض أو الواجب ما أمر به الشارع الحكيم على وجه الإلزام يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، هذا هو الفرض أو الواجب أمر به الشارع أمرا قطعيا، أمر به الله تبارك وتعالى أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا واجبا لا يسع المسلم أن يتخلى عنه، كفروض الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وأداء الزكاة إذا حان وقتها وملك صاحبها النصاب، والحج إذا وجد الإنسان الزاد والراحلة وكان لم يسبق له أن حج، هذا أمر به الشارع الحكيم على وجه الإلزام يثاب فاعله امتثالا ويعاقب بغير شك أبدا تاركه. يأتي بعده أنزل منه رتبة وهو المندوب، ومثل ما عرفنا الفرض أو الواجب نعرف المندوب مع اختلاف يسير ينزله عن رتبة الفرض والإلزام إلى ما دون ذلك. فالمندوب أو السنة أو النافلة ما أمر به الشارع الحكيم ولكن ليس على سبيل الإلزام، يثاب أيضا فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وبالجهة المقابلة من أحكام الله تبارك وتعالى الحرام، وهو بعكس الفرض ما نهى عنه الشارع الحكيم على وجه الإلزام، يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. وأنزل منه بدرجة المكروه، وهو ما نهى عنه الشارع الحكيم من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نهى عنه الشارع الحكيم ولكن ليس على سبيل الإلزام، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. لكن لا ننسى يا أيها الإخوة الأحبة أن من استكثر من المكروه المرة بعد المرة فربما يصل إلى تخوم الحرام، وبالتالي يكون قد وضع نفسه في موضع ربما لا يستطيع أن يتراجع عنه. لذلك المكروه يتخلى عنه الإنسان لكي لا يخطر بباله أن يقارف الحرام، وكذلك المندوب يحرص الإنسان عليه ويفعله لكي لا يخطر بباله أنه يمكن أن يفرط في أداء المأمورات أو الفروض والواجبات التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى. أما المساحة التي في الوسط فهي مساحة المباح، وهذه ما لم يتعلق بها أمر ولا نهي، اللهم إلا إذا أدى ترك الإنسان للمباح إلى أن يقترف حراما، الطعام مباح، فلو أن الإنسان تركه ربما أدى به ذلك إلى هلاك النفس، إذن في تلك الحالة يتعين عليه إتيان هذا المباح وهو تناول الطعام الذي به قوام الحياة. ونقول مثل ذلك الزواج مباح، ولكن لو أدى ترك الزواج إلى أن يقع الإنسان في المحرمات ربما يصبح الزواج الذي كان مباحا في حقه فرضا حتى يعصمه من الوقوع في الحرام. هذا الحديث النبوي الشريف أوشك زمن الحلقة فيه على النهاية، فلعلنا نفرد له حلقة ثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على عبدك ورسولك محمد، وأسأل الله لكم صياما مقبولا وطاعة مباركة متقبلة نافعة،
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وعظم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.